والسيد محمد السيد أحمد والسيد حمدي قنديل والسيد سيف الغزالي والسيد جورج رفائيل. وقد عقب على بعض مناقشات السادة الأعضاء السيد محمد عبد الحميد رضوان وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى. سيداتي وسادتي، سوف أعرض على حضراتكم جانبا من المناقشات التي دارت في هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وباسم الشعب أفتتح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الأستاذ حسن حافظ. بيان غير تقليدي يتسم بالقومية، ذلك الذي سمعناه يوم 13 نوفمبر. بيان خاطب الحكومة والشعب معا، بيان مس الممارسة الديمقراطية والسياسة الاقتصادية ووضع الأسس للسياسة العامة للدولة التي تشارك فيها الحكومة بالمسؤولية السيد رئيس الجمهورية. وبدأ البيان وتعليق اللجنة على البيان بالممارسة الديمقراطية، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الذي ركز عليه بيان رئيس الجمهورية، ألا وهي مسألة الديون. ومسألة الديون، والديون هذه لم تصرف عبثا، إنما قدمت لمشروعات، وقدمت لاستثمار، وقدمت لتنمية. فحرام أن نظلم الحكومات المتعاقبة، حرام أن نقول إنها صرفت هباء أو تراكمت، ولكنها كلها من أجل النهضة بالشعب وتنمية مشروعاته. وإنني أطلب من الحكومة، ملحا وقد وقفت في مثل هذا الموقف في العام الماضي، أطالب بأن يكون هناك كتيب واضح وبيان يوضح ما صرفته الحكومة في هذه المشروعات ومن هذه الديون، حتى لا يقال ويكون هناك مهاجمة لبعض المشروعات، ويكون هناك مهاجمة لموقف هذه الديون، ودول العالم أجمع تقترض من بعضها. ولكن وقد ازدادت هذه الديون، فينبغي أن يكون هناك مراجعة ومتابعة لهذه الديون، وما لم يستخدم منها يجب أن يظهر حتى لا يكون هناك عبء علينا. ثم بعد ذلك أقولها جهيرا، كما أننا نحاسب على كل كلام في غير موضعه، هكذا يجب أن نحاسب على كل سكوت في غير موضعه. إن أكبر مشكلة تمس حياة المواطن المصري هي الإسكان، سيما الإسكان الشعبي. وإنني أقول إنه إذا كان هناك وزارة للإسكان والمرافق، فأولى أن تكون هناك وزارة للإسكان الشعبي. أقول أولى أن يكون هناك وزارة للإسكان الشعبي. فإذا كانت هناك وزارة للتعليم العالي ووزارة للتعليم غير الجامعي، فإنني أقول أولى أيضا أن يكون هناك وزارة للإسكان الشعبي. وقد مسها السيد رئيس الجمهورية عام 1983 في خطاب عيد العمال بأنه جار البحث في هذا الإجراء. إنني أطالب ملحا، لأنه كما يقال إن بعض المتاعب في حياتنا ينشأ بين عدم التمييز بين حاجاتنا وآمالنا أو أطماعنا، ولكن كل ما يطلبه المواطن يجمع بين الحاجة والأمل، وهو إسكان يشعر به بأنه إنسان. وهذه التنمية وهذا الإسكان، وأقول وأطلب من الحكومة بكل قوة وبكل صدق، لأنها مسؤولة عن السياسة العامة في هذا البيان، أطلب وأقول لتكون اليد جريئة ولتفتح الصحراء، فالصحراء مغلقة
الصحراء مغلقة أمام المشروعات. إن الدستور ينص على أن تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات، ولكنني أرى أن المحافظات لا تسيطر إلا على عدد أو على مساحة بسيطة من هذه الرقعة الكبيرة من جمهوريتنا، حتى أنها لا تستطيع أن تتسع بمشروع على جانبي الوادي إلا باثنين كيلو. فهل هذا معقول؟ إذن يجب أن تفتح الصحراء للمشروعات، ويجب أن لا نتباطأ لأن الزمن لا ينتظرنا. وإنني كذلك لا يفوتني أن أقول أن التقرير أن البيان لمس ولمس من قرب القدوة، وإنني أطلب من السيد رئيس الوزراء، وقد قرأت في إحدى الصحف ولنكن صرحاء، أن هناك لجنة من الحكومة ورجال الأعمال لبحث السياسة الاقتصادية وزيادة الإنتاج. هنا يجب أن أقول إنه في تاريخ الحكومات لم تشأ لجنة مشتركة بين الوزراء وبين رجال الأعمال. وأريد عند التعقيب على البيان أو عند مناقشة بيان الحكومة، حيث أنني قرأت أن هناك 5 من السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء برئاسة رئيس الوزراء ومقرر لهم وزير شؤون مجلس الوزراء، أن هذه اللجنة لبحث السياسة الاقتصادية الذي عرفناه في الماضي أن الحكومة تستمع إلى رجال الأعمال ولكن لا تشارك رجال الأعمال، سيما وأن الغالبية الكبرى ولا داعي لتحديد الأسماء من رجال الأعمال. أستاذة سهير جلبانة، بهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بالشكر والتخطير إلى السادة الأعضاء أعضاء لجنة الرد على خطاب السيد الرئيس، وعلى المجهود الذي بذل في هذه اللجنة من أجل أن يخرج علينا هذا الرد بهذه الطريقة المبذول فيها بأمانة كل الآراء من أجل مواطني مصر وشعب مصر. اسمحوا لي سيادتكم أن أتحدث في 3 نقاط جاءت في خطاب السيد الرئيس. أولاها الديون، ثانيها الانحراف ومحاربة الانحراف، والمخدرات والأسرة المصرية. المطلوب من أجل تسديد ديون مصر المساهمة من كل شرائح المجتمع، المواطن محدود الدخل والمواطن الذي أعطاه ربه فحمده وشكره. إذن مطلوب المشاركة الكاملة من كل الطبقات والأفراد. ومما يسعد الإنسان المصري حقا أن كانت المبادرة من المواطن محدود الدخل، من الموظف البسيط، من المرأة العاملة، ولكن هل بهذا الأسلوب تسدد ديون مصر؟ هي نواة طيبة ولكن مطلوب الكثير، لأن دين مصر هو دين في أعناقنا، ولكن للأمانة والحق إن كل مواطن له حقوق كما عليه واجبات، واجبنا أن نسارع من أجل التسديد. أيضا حقنا أن نعرف أو يعرف كل مواطن أين كانت ذهبت هذه القروض
وكيف تراكمت كل هذه المبالغ من أجل كسب الثقة ومن أجل مزيداً للثقة بين المسؤول والسائل. لابد أن تؤخذ إجراءات حازمة واضحة صارمة تظهر بوضوح على جميع المستويات، ليشعر المواطن في الشارع المصري الحد من الإسراف والمظاهر التي قد تبدو بسيطة ولكن في الحقيقة تثير المواطن العادي وتشعره بعدم التقدير، تقدير الموقف. صحيح أخذت الحكومة بعض القرارات بالحد من الإسراف، بالحد من العملة الصعبة، بتخفيض نسب من الاعتمادات لمكاتبنا في الخارج تتراوح بين 15% و20%، لكن يتطلب الموقف إعادة دراسة كاملة لما ينفق والعائد بحيث نصل إلى أكبر ضغط في المصروفات. مثلا بالنسبة للداخل، إن من الملاحظ أنهم من الملاحظ داخل الجمهورية أن زي ما قلت في الأول محدود الدخل الذين سارعوا للتبرع، لكن أين بقية الشرائع، شرائح المجتمع؟ قد تحدث الرئيس في خطابه عن التبعية وبعدنا عن التبعية، وقال حديثا أنا أعتبره أماني وأنا أعتبره هذا ما يمكن النصب إليه، ولكن الحقيقة المرة تقول غير ذلك. مهما تحدثنا معا هنا يقول هو هذا الحديث، وربما كرر الأخوة هذا الحديث، وربما تحدث التقرير عن هذا الحديث أيضا، ولكن الحقيقة تقول غير ذلك. كيف يمكن أن يكون أننا لا نتأثر بغيرنا إذا كان هذا الغير هو الذي نعتمد عليه في خبزنا، نعتمد عليه في موازنة ميزان أو في مساعدة في أن يكون ميزان المدفوعات أصح إلى آخره؟ كيف يمكن أن يكون لهذا الجهة، هذه الدولة، ألا يكون لها بصورة واقعية من غير أن نكتبها؟ يمكن أن يقول إنما نحن نحس أننا ما زلنا محتاجين إلى مثل هذه المعونات، ومن هنا يجب التخلص من كل هذه المعونات بصورة أو أخرى. ومن هنا أقول أنه في هذه الحالة يمكننا بالفعل أن نؤكد أنه بالفعل لا يوجد تأثير على قرارنا. لا أريد أن أطيل في ذلك، فالمعنى مفهوم، ولا أنتقل إلى نقطة أخرى وهو الحديث عن التخطيط. نعم التخطيط هو شيء أساسي، ولكن من يخطط؟ أهو مجموعة من الاقتصاديين فقط؟ أظن أن التخطيط لابد أن نحدد هدفا لنصل إليه. فإذا تحدثنا في موضوع الدين مثلا، يجب أن نحدد لأنفسنا هدفا، أن نقول أن بعد 5 سنوات سيكون الديون أقل بقدر كذا. هنا عندما نحدد الأهداف، والذي يحدد الأهداف هم السياسيون وليس الاقتصاديون فقط، وسياسيون بمعنى الذين يتحملون المسؤولية، بمعنى أنه يمكن أن يكونوا ممثلين لهذا الشعب الذي يحقق لنفسه هدفا، وبعد ذلك يمكن بالفعل أن يرسم التخطيط الذي يوصلنا إلى هذا الهدف. من دون تحقيق أهداف لا يمكن أن يكون ما فكرة التخطيط تحقق نفسها، خاصة بالنسبة للهدف العام. ماذا هو موقفنا؟ ماذا نريد أن نكون موقفنا؟ ماذا نريد أن نكون دولة معتمدة على نفسها لها كلمة مسموعة، ويمكن بالفعل ألا يكون لأي قرار آخر من أي جهة أخرى تأثير علينا؟ ومن هنا أقول أنه يجب أن يكون تحقيق للأهداف، وأن مهمة تحقيق هذه الأهداف هي للشعب كله، ممثلا في سياسيين، ممثلا في أحزاب. النداء الذي أطلقه الرئيس
تحت شعار الصحوة الكبرى يستهدف في تصوري مواجهة التحديات بأساليب غير تقليدية، بغية إعادة صياغة الحياة في مصر. هي عبارة عن رؤية شاملة لقضية التنمية من أجل تحقيق انطلاق اقتصادي يصل بنا إلى مرحلة التنمية الذاتية. السيد الرئيس عندما أعطى هذا التصور للصحوة الكبرى أو لهذه التنمية الشاملة، فقد أجاب سيادته على عدد من الأسئلة الأساسية التي يجب أن تكون موضع اعتبار كل من يتعرض لهذا الموضوع الحيوي، وأقصد به تنمية المجتمع، لأن التنمية لا تعني فقط زيادة الناتج القومي أي النمو الاقتصادي، ولكن تعني أيضا بناء الإنسان المصري. ومن هنا تعرض الرئيس لفكرة التنمية، وكيف من خلال زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل الفاقد. بمن التنمية؟ بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، أي بمشاركة كل مصري سواء في داخل الوطن أو في خارج الوطن. لمن التنمية؟ التنمية للجميع بمفهوم جديد للعدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية اليوم تعني توزيع فائض الناتج، فإذا لم يكن هناك إنتاج ماذا سنوزع؟ لا يمكن أن نتحدث عن توزيع أو عن عدالة اجتماعية دون أن يكون هناك إنتاج حقيقي. وبالتالي تعرض السيد الرئيس للثقافة، لأنها الإطار الذي يقوي الانتماء، وتحدث عن التعليم وعن الإسكان، الإسكان باعتباره المشكلة الحيوية التي هي التحدي الحقيقي الذي نواجهه في الأجل القصير. عندما نطرح على أنفسنا سؤال، ولماذا الصحوة الكبرى الآن؟ فالرد أن اختيار التوقيت جاء نتيجة انتهاء مرحلة تمهيدية. هذه المرحلة التمهيدية، وهي المرحلة التي بدأت بتولي الرئيس محمد حسني مبارك مقادير الأمور في مصر، هذه المرحلة كانت لها ثلاثة سمات: الأخذ بالأسلوب العلمي في التنمية الاقتصادية من خلال التخطيط، ولقد تم إنفاق في الخطة الماضية حوالي 21 مليار جنيه على الاستثمارات في رأس المال الاجتماعي وفي الإحلال والتجديد، وبالتالي فإنه من الآن نستطيع أن نقول أننا قد مهدنا الأرضية. ثم تعميق مفهوم الديمقراطية وسيادة القانون، ثم اتخاذ خط سياسي خارجي يخدم مصلحة مصر، خط سياسي خارجي مبني على أساس الاحترام المتبادل ويبعد بمصر عن كل صور التبعية. شكرا الدكتور ميلاد حنا. في تقديري المتواضع أن هذا الخطاب هو أخطر وأهم خطاب قاله الرئيس حسني مبارك حتى الآن، ولهذا فقد سعدت كل سعادة في الحوار داخل هذه اللجنة عندما عرضت لبعض أفكار خاصة بالديمقراطية أنني كنت مخطئا وواهما بأن من سينحاز معي سيكون الأخ المستشار ممتاز نصار والأخ المهندس إبراهيم شكري، ولكنني وبسعادة شديدة أقر كما سمعتم هذا الصباح بأن كثير من أعضاء لجنة المناقشة إن لم يكن أغلبهم على كافة ألوانهم السياسية كانوا متجاوبين تماما مع ما طرحته وطرحه غيري من أفكار خاصة بالممارسة الديمقراطية. ولهذا السبب الأستاذ دكتور محمد دكروري والأخ حسن حافظ قد أشار بالفعل ك
كنماذج، لأننا في هذه اللجنة كنا نتحدث بروح الأمة وليس بالروح الحزبية. ولهذا السبب وأنا لست خبيرا في الدساتير، سعدت بأن في مصر تبدأ الدولة البرلمانية بخطاب من رئيس الدولة كتعبير عن السياسة العامة، وسعدت أكثر بأن التقاليد هنا في مصر هي أن يكون هناك لجنة للرد أو لجنة للمناقشة تحتوي جميع التيارات والأفكار السياسية. وهذه من وجهة نظري روح مصرية بتدعو إلى الائتلاف الوطني، وبتدعو إلى الوحدة الوطنية، وبتدعو إلى التآزر الوطني. وهذا حقيقة وبأمانة ما استخلصته أنا شخصيا عندما قرأت خطاب السيد الرئيس. ففيما يتعلق بقضايا الممارسات الديمقراطية، اقترحت وبشكل محدد تعديل قانون الانتخابات بأن تتغير اللجنة التي تقرر صلاحية الأحزاب من عدمها لكي تكون لجنة من القضاة ومن السياسيين. في ضوء هذا، وفي ضوء أن مصر الآن في حاجة إلى ترجمة الصحوة الكبرى في شكل مشروع قومي يجمع شعب مصر مرة أخرى، ومن ثم فإنني أضع أمام حضراتكم بعض نماذج بسيطة لبعض الأفكار قد تصلح لأن تكون نماذج لمشروعات قومية تجمع شعب مصر. أولاً، في مجال الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، 1- تخفيض نسبة الاعتماد على استيراد المواد الغذائية من 60% إلى نسبة أخرى يتفق عليها وممكنة التحقيق. أنا راجل مهندس ما أقدرش أدي أرقام كده، لازم، وذلك في مدى السنوات الخطة الخمسية القادمة. 2- التركيز على إنتاج القمح المصري باعتباره مادة استراتيجية وتخفيض نسبة استيراده من الخارج إلى حدود معقولة وممكنة. وأنا أعلم أن هذا الموضوع يشغل بال الأخ العزيز الدكتور يوسف والي. 3- وضع خطط استصلاح الأراضي بما يكفل الوصول إلى الأهداف المطلوبة. دكتور محمد دكروري، وإذا تحدثنا عن الصحوة فهي تمر بمراحل 3: إفاقة، تفكير، ثم حركة. أعتقد أننا أحسسنا بما حولنا ونحن الآن في مرحلة التفكير. ومن يطلع على خطاب تكليف الوزارة الذي أصدره السيد الرئيس محمد حسني مبارك، وعلى البيان الذي ألقاه هنا في هذا المجلس، يمكن، ولا أقول في تفصيلاته ولكني أقول في روحه وفي عمومياته، إنما يمثل بداية جديدة لعهد جديد يتحاور فيه الرجل مع الأمة، يتحاور فيه معكم ومع الأمة من خلالكم. إذا قلنا أيها الإخوة وبكل الإخلاص والصدق والصراحة، وأنا أقول أن لكل مرحلة من مراحلنا التاريخية ظروفها التي قد تحكم شكل حكمها، فلا أخطر على الشعوب من ضعف الذاكرة خاصة في هذه الأونة. ماذا يريد أن يقول الرئيس حسني مبارك في بيانه؟ إنه يقول على لسان الشارع المصري ما يردده كل فرد في مصر، ما يردده الشارع، ما يردده المقهى، ما يردده المنتدى الاجتماعي، ما يردده الصالونات، وهو تشخيص الموقف المصري الكلي الذي لا يتفق فيه البسطاء في التفكير مع قمة العلم إلا باختلاف في المسميات، حيث أن العلماء حينما يتحدثون عن ظاهرة التضخم أو الانفليشن يقولها رجل الشارع أنها الغلاء، وهي نفس المعنى. التشخيص أيها الأخوة لا خلاف عليه،
ولا نريد أن نستنزف وأن نستغرق فيه، ولا نريد أن نكرر ما سبق أن قيل، ولا أريد أن نكون هنا ونحن نواجه موقفا غير تقليدي، بمبادرة غير تقليدية، ببيان غير تقليدي، بردود وتعليقات تقليدية نجوب بها عبر تكرار لمشاكلنا. نحن لا نختلف على المشكلة، ولكن الخلاف هو ما الخلاص، كيف الخلاص، من أين نبدأ، كيف نبدأ، قضية ماذا لا خلاف عليها، ولكن كيف هي التي يجب أن نفكر فيها وأن نضعها. وأنا أقول هنا أننا لا يجب أن نستغرق أو نستنفذ في تفسيرات غير واقعية لواقعنا. نحن بخير ولازلنا بخير، والاقتصاد المصري بخير. أنا أقولها هنا لكم وأخاطب بها من خلالكم كل شعبنا، كما أخاطب العالم من حولنا. لا أريد أن يقال أننا حينما تبلورت رغبة الشعب في المشاركة الذاتية الإيجابية بما سبي بسداد ديون مصر، أنها كانت من منطلق أن اقتصاد مصر أصبح في وضع العاجز على سداد الديون. لا، اقتصاد مصر ضمن اقتصاديات محدودة قليلة في العالم الثالث، تحظى باحترام جميع المؤسسات المالية الدولية، حيث أن مصر تؤدي التزاماتها في هذا المجال. ومصر الدولة لن تستجدي مصر الشعب، ولكن مصر الشعب هو الذي يطلب من مصر الدولة كيف يؤدي ضريبته، كيف يدعم دولته، كيف يقوي مسيرته. ولكن احنا شعب اصيل وعريق، اول ما فكر قال والله احنا ايه نساهم نسد الديون، علما بان الديون قضيتها قضية كبيرة ومبلغها كبير وحجمها عظيم، ومهما كان الاسهام فلن يكون اكثر من تعبير من شعب مصر عن انتمائه لمصر وعن ولائه لمصر. مع احترامي لرئيس واعضاء لجنة دراسة بيان السيد رئيس الجمهورية، فإن بيان اللجنة لم يرتفع لمستوى بيان لا قوة ولا مضمونا ولا وضوحا بالنسبة لدعوة الرئيس الصحوة الكبرى التي أفسرها بالانتماء والخروج من السلبية واللامبالاة إلى ميدان العمل المخلص والإنتاج الكمي والكيفي. اللجنة أو بمعنى أدق أؤيد بيان السيد الرئيس في أن يكون علاج لذلك أن تكون الأعباء بين أفراد الشعب مشترك، وأن يتحمل الغني أكثر مما يتحمله الفقير، وأن تزول المعوقات التي تقف أمام إطلاق الطاقات ووضع نظام عادل للثواب والعقاب. نحن لسنا ضد القطاع العام، وإنما بعد أن ثبت أنه ينزف خسائر بالملايين أو معظمه ينزف خسائر بالملايين عام بعد عام، مما أهدر ميزانية الدولة وبالتالي أضعف اقتصادها القومي، إذ لم ينصلح حاله ويحقق الفائدة المرجوة منه فليذهب هذا القطاع إلى الشيطان. وهذا يقودنا إلى الكلام عن الفساد والانحراف الذي شاب كثير من القطاعات التي أتيحت لنا الفرصة لكشف بعضها السنة الماضية. ولكن ما عجبت له حقا هو الأسلوب الذي اتسم به كلام الزميل العضو الأستاذ ياسين سراج الدين. فلم أدري هل هو مناقشة لبيان السيد الرئيس، أم هل هو رد على بيان الحكومة. قد التبس الأمر سيادة الرئيس
عندما يقول هو للحكومة، يقول سيادته ماذا قدمت الحكومة للشعب، أو يتساءل. ونحن هنا بصدد مناقشة بيان السيد الرئيس. أعتقد أن ما قدمته حكومة الحزب الوطني، بل حكومات الحزب الوطني المتعاقبة، واضح وملموس. وهاكم كتابية، كتاب الحكومة، وارد في البيان الذي تقدمت به على لسان المغفور له المرحوم الدكتور فؤاد محي الدين، وارد في البيان الذي تقدمت به على لسان رئيس مجلس الوزراء السابق الأستاذ كمال حسن علي، وواضح أيضا فيما تقدم به السيد الأستاذ الدكتور علي لطفي. وهنالك ما قدمته الحكومة واقع ملموس من خطة الخمسية، انتهينا منها في هذا العام أو نوشك أن ننتهي منها في العام القادم، ثم نبدأ خطة الخمسية القادمة. هذا ما قدمته الحكومة. ثم ناقش نقطة في منتهى الخطورة، نحن كحزب وطني وكحكومة الحزب الوطني نصر كل الإصرار على بقاء القطاع العام كركيزة أساسية من ركائز المجتمع المصري ومن ركائز الإنتاج في هذا المجتمع. لا يمكن أن نقبل أن يقال تحت هذه القبة وعلى مسمع من ملايين أفراد الشعب المصري أن يذهب القطاع العام إلى الشيطان. لا يا سيادة الرئيس، هذا كلام غير مقبول. فإن القطاع العام كما قلت ركيزة أساسية، قد يكون هناك بعض الأخطاء ولكنها أخطاء في التطبيق، سنصلح هذه الأخطاء وسنعبر هذه الأخطاء. وأشار سيادته أيضا إلى قهر التحدي. ما هو المقصود بقهر التحدي؟ أنا لم أفهم العبارة، ما هو المقصود بها؟ أي تحد؟ هل دور التحدي وقهر التحدي هو دور الحزب الوطني بمفرده؟ أقول وبكل الصدق وبكل الإخلاص، لا، فهو دور مصر، هو دور كل المصريين بكل طوائفها وبكل أحزابها وبكل اتجاهاتها. طالب سيادته أيضا برفع رسوم قناة السويس. والحكومة التي يتساءل سيادته عما قدمت أو ماذا قدمت للشعب تدرس بكل العناية وبكل الموضوعية رفع رسوم قناة السويس. ولكن رفع الرسوم لا يمكن أن يتم عشوائيا، ولا يمكن أن يكون بلا دراسة وبلا تفحيص وبلا تمحيص. أردت أن أقول هذا للأستاذ ياسين سراج الدين، وكنت أود أن أتناول في ردي بضع نقاط وردت في كلام الأخ الزميل الأستاذ إبراهيم شكري، ولكني لا أجده بين صفوفنا اليوم أو الآن، ولذلك أردت أن أسجل فقط نقطة أو اثنتين. أرى أن الحكومة تستوضح عن لفظ التبعية والبعد عن التبعية وما هو المقصود عن التبعية. تبعية من ولمن؟ نحن وعلى لسان السيد الرئيس وقالها هنا أمام حضراتكم وعلى مشهد ومرأى ومسمع من العالم أجمع أننا لا نقبل التبعية، ولا يمكن أن نكون في يوم من الأيام تابعين لهذا الاتجاه أو ذاك. حقيقة نحن نتقبل بعض المعونات ونتقبل بعض القروض
من بعض الدول، ولكن هذا لا يمكن أن يكون أبدا على حساب حرية مصر وحرية تراب مصر وحرية شعب مصر. وهذا ما أعلنه بوضوح سيادة الرئيس. ثم تساءل سيادته عن الأهداف وتحديد الأهداف، وأن الذي يحدد الأهداف هم السياسيون وليس الاقتصاديون. وإنني أتساءل، السياسة هل هي بمعزل عن الاقتصاد؟ تناول الأخ الزميل الأستاذ حسن حافظ بضع نقاط ردا على قول الدكتور دكروري، ورد سيادة الدكتور دكروري على النقاط التي أثارها الأستاذ حسن حافظ، ولكنني حقيقة لم أفهم قول الأستاذ إبراهيم شكري. كنت أود أن يكون بيننا هنا لكي يوضح لنا ما هو المقصود بالأهداف وتحديد الأهداف وأي أهداف يقصد. ثم قال سيادته في نقطة ثالثة سجلتها هنا، أن هناك اتفاق، أو فيما يبدو أن هناك اتفاق جنتلمان بين الأحزاب والحكومة على عدم إتاحة الفرصة أمام الشباب. وإنني أربأ بالأستاذ إبراهيم شكري أن يرد هذا الكلام على لساني. الاتفاق نعم قائم بيننا وبين الأحزاب، قائم بيننا جميعا كمصريين، كل المصريين، على إتاحة الفرصة أمام الشباب وعلى إعطاء الشباب كل فرص الحياة، وعلى أن نمكن للشباب في أن يأخذ بقيادة هذا البلد من بعد أن نقوم جميعا بالدور الوطني الذي نقوم به. أما أن يكون هناك اتفاق جنتلمان على عدم إتاحة الفرصة أمام الشباب فهذا قول يعوزه الدليل ويعوزه الإثبات ويعوزه أيضا التوفيق. هذه بضع نقاط سيادة الرئيس أردت أن أضعها أمام مجلسكم الموقر، وشكرا. شكرا أستاذ محمد سيد أحمد. يجب أن نؤكد على عدة مسائل. أولا، اسمحوا لي كابنا من القطاع العام أن أتحدث ما هو دور القطاع العام. صورها لإبداء وجهة النظر الحكومية دون عناية بإبراز الرأي الآخر. وقد أعلن السيد صفوة الشريف وزير الإعلام استعداده للرد على الاستجواب في الحال. وقد طلب السيد ياسين سراج الدين من رئيس المجلس تأجيل الاستجواب لمدة أسبوع لأنه ليس جاهزا الآن أو السماح له بساعة لإحضار الأوراق التي أعدها وبها عناصر الاستجواب وبعض الأرقام. وقد وافق السيد صفوة شريف على طلب المستجوب للإذن له لمدة ساعة، أجاب خلالها السيد منصور حسين وزير التربية والتعليم عن طلب إحاطة وعدد من الأسئلة بشأن حرمان 1200 من خريج المعلمين والمعلمات الحاصلين على مجموع 75% من دخول كلية التربية. وقال السيد منصور حسين إنه تم بحث الأمر في ضوء مصلحة هؤلاء الطلاب، إما عن طريق تعديل قانون البعثات الحالي أو إرجاء تعيينهم للالتحاق بكليات القانون. وقال إنه في ظل العمل القومي الذي نقوم به لا تصنيف للمصريين، وإن كل القضايا تناقش وكل علماء مصر وقممها الفكرية تقدم آراء في الإذاعة والتلفزيون في مختلف القضايا ولا حظر على الآراء. وقال إن هذا الجهاز لا يعامل معاملة الشركات الاقتصادية لأنه كالمؤسسات التعليمية يقدم خدماته بلا مقابل. وقد بلغ ما قدمه من تكلفة فعلية خلال عام 83-84 ما قيمته 46 مليون جنيه بتقدير اللجان المتخصصة. وقال إن دخل الإعلانات كان نصف مليون جنيه وصل إلى ما يقرب من 2500 مليون في العام. هذا
هذا ونوجه عناية حضراتكم إلى أننا سنذيع صورة حية لمناقشات مجلس الشعب عقب هذه النشرة. طلب المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية في اجتماعه برئاسة الدكتور عبد القادر حاتم بضرورة الاستعداد لمواجهة العودة المتوقعة للعمالة المصرية من الخارج نتيجة المتغيرات الدولية والظروف الاقتصادية للدول التي تستخدم هذه العمالة. ومن أبرز ما أوصى به المجلس تطوير الأجهزة المعنية باستثمار مقرات العمل الخارج بتوجيههم إلى القنوات التي تتيح توظيف مدخراتهم.